Audio Jungle. برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومنظمة التعاون اليونيسف وتطبيقا لتوصيات الدورة التكوينية لتدبير المخاطر الكبرى بالوسط المدرسي، نظمت المديرية الإقليمية لتوريت يومه الثلاثاء 27 من مارس سنة 2018 على الساعة الثالثة زوالا بمدرسة العندليب الابتدائية محاكاة من أجل الاستعداد لمواجهة أي وضعية طوارئ كبرى بالوسط المدرسي. السيد المدير وممثل المديرية الإقليمية للجرسيف، السيدة والسادة الأطر الإدارية والتربوية بالإقليم، باسم المديرية وباسم المؤسسة نرحب بكم في هذا اللقاء اللي كيندرج في إطار تفعيل مضامين المخطط المحلي للوقاية من الكوارث الطبيعية. هذا هو السيميلاسيون المحاكاة اللي غادي تنظمها المدرسة نتاع العندليب مشكورة، وهي كتدخل طبيعة الحال في إطار البرنامج العمل نتاع الأكاديمية مع منظمة اليونيسف اللي كيشرف عليه الأخ الورطي المنسق والمؤثر الجهوي. هذه مناسبة نقسموها جميعا باش نرسخوا الفكرة نتاع الوقاية والفكرة نتاع تدبير المخاطر بالوسط المدرسي. هي مناسبة كنشكروا من خلالها السيد رئيس المجلس الإقليمي اللي كيحضر وكيشرفنا وما كيدخلش علينا في جميع التظاهرات التربوية، كنشكروا على هذا الدعم المتواصل للمنظومة التربوية. بطبيعة الحال كنشكروا الوقاية المدنية اللي غادي تشارك معنا في هذه المحاكاة هذه اللي كنبتغيو منها ومن ورائها كما قلت لكم هو أننا نرسخوا هذه الفكرة نتاع السباقية، الفكرة نتاع السباقية نتاع تدبير المخاطر في الوسط المدرسي، بعد ما تشاركوا واحد المجموعة نتاع الأطر الإدارية والتربوية في واحد الدورة تكوينية خاصة بهذا المجال هذا، استمرت يومين وكانت واحد المواكبة واحد التتبع من أجل إعداد المخططات المحلية. وبطبيعة الحال الآن كل شيء السادة المدراء ورؤساء المؤسسات التعليمية استطاع أنهم باش يصوبوا لنا هذه المخططات هذو، ورحنا في إطار المرحلة النهائية اللي هي لاسيميلاسيون. نعطي الكلمة للسيد الأخ السيد المدير تاع المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السيد المدير الإقليمي لمديرية توريت، السيد رئيس المجلس الإقليمي لتوريت إقليمي توريت، السادة أعضاء الوفد المرافق للسيد المدير الإقليمي، الإخوة والسادة الأساتذة العاملين بمديرية جرسيف الذين التحقوا بنا، السيد المنسق الجهوي لعمليات تأطير وتتبع مخططات الحماية من المخاطر بالوسط المدرسي بالجهة الشرقية، السادة أعضاء اللجنة الإقليمية بمديرية توريس المشرفة على تأطير وتتبع مخططات الحماية من المخاطر، السادة رجال الوقاية المدنية، السادة الأطر الإدارية والتربوية، السادة ممثلو وممثلات جمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ وتلميذات مدرسة العندليب، الحضور الكريم، أصبحت بلدان العالم كما تعرفون تعرف تغيرات مناخية كبرى، ومن بينها بلدنا المغرب الحبيب، حيث وعلى إثر الفواجع التي شهدتها بعض المناطق والتي ذهب ضحيتها
مجموعة من الأرواح البشرية ومن بينهم فئة التلاميذ. لذلك عمدت مدرسة العندليب على غرار المؤسسات التعليمية عبر المغربنا ووطننا الحبيب إلى تبني مخطط للوقاية من خطر الزلزال في حالة حدوثه لا قدر الله، والهدف منه هو اتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية لضمان سلامة المتعلمين والأطر الإدارية والتربوية المتواجدين داخل المؤسسة. ولقد حصل لمدرسة العندليب شرف تنظيم التطبيق العملي لهذا المخطط، ونرجو أن نكون عند حسن ظنكم بعرضنا التطبيق البسيط أملاً في العمل على تحسين هذا الأداء العملي، لأن التطبيق لا يتوقف عند حدود هذا اليوم، وإنما هو تربية مستمرة ومستدامة، إيماناً بأن التربية على وضعيات الطوارئ جزء من التربية على المواطن. نأمل من الله أن يوفقنا لما فيه الخير العميم لناشئتنا الصغيرة، وشكرا. هو الإشراف على مخططات المؤسسات لتدبير المخاطر، السيد رئيس مجلس الإقليمي المحترم، كنعتبرنا رئيس مجلس الإقليمي الآن هو صديق مقرب للقطاع ديال التعليم، السيد المنسق والمسؤول المسهل والميسر الجهوي الخاص بالبرنامج، السادة الأطر الوقاية المدنية في الأخ الحاضر معنا، الحضور الكريم مع حفظ ألقاب ومقامات الجميع. مناسبة هذه تربوية وتكوينية طيبة كنلتقوا فيها اليوم باش نشتغلوا على واحد يعني المكون الان اساسي من المكونات نتاع التدخل اللي خصكم في اي مؤسسه تعليميه، الا وهو الامر كيتعلق بالمخطط المحلي لتدبير المخاطر. كيف كتعرفوا كيف قال السيد رئيس المؤسسه انه الان العالم والمغرب واحد يعني مكون او جزء من العالم تيعرف واحد المجموعه من التغيرات ومن التقلبات المناخيه والجويه واللي لا قدر الله كتسبب في كوارث طبيعيه. المؤسسات التعليميه هي من بين المؤسسات المجتمعيه اللي كيخص تكون عندها واحد المستوى عالي من اليقظه. علاش؟ لان فيها واحد العدد كبير من المرتادين ومن المرتفقين واللي هما التلاميذ. فبالتالي احنا غنشوفوا المحاكاه وغادي نشوفوا هاد لا سيميلاسيون، واللي بالمناسبه كنبغي نشكر كل الساهرين على الاعداد او اعدادها. ولكن اللي كنبغي نقول هو انه، وهنا كنتوجه للصدر رؤساء المؤسسات، ان جميع المؤسسات كل مؤسسه كيخص يكون عندها مخطط محين كل سنه فيما يتعلق بتدبير المخاطر. فربما احنا اليوم غنشوفوا المحاكاه الخاصه بمواجهه خطر الزلازل، ولكن راه ما كاينش غير المخاطر تاع الزلازل، كاين الزلازل الفيضانات. احنا عندنا واحد المشكل اللي هو ديال الرياح القويه خاصة في الوحدات المدرسية اللي كيكون فيها البناء المفكك، وحنا وقعنا جوج أما ثلاثة الحالات غير في الأيام القليلة الماضية، ورحنا كاينة قاعات اللي سديناهم. فبالتالي دائما كيخص يكون عندنا هذا الوعي وهذا الاستحضار وهذا اليقظة المستمر، هذا كيدخل في إطار مخطط اليقظة، اليقظة اللي كيخص توفر عليها المؤسسة التعليمية. أعانكم الله ووفقكم، وكنشكر كل الساهرين وكل متدخل أيا كان تدخله في إنجاح هذا المشروع في انجاح هذا المخطط هذا. وكنشكر السيد مدير مدرسه العندليب على حفاوه الاستقبال، وان شاء الله نشوفوا واحد لا سيميلاسيون اللي تكون كتعكس بكل قوه حقيقه المجهود الذي يبذل على صعيد المؤسسات التعليميه. وشكرا لك. عملية في الألوان.
الصباح 12 في 2. المدنية معكم مدير مدرسة العندليف متواجدة بحي النهضة. معنا حالتان، حالة فراكتير في الرجل اليسرى وحالة أخرى غير معروفة معروفة الجروح. ألو معكم الشرطة المحلية، معكم مدير مدرسة العندليف حي النهضة في محافظة. لا نخاف لا نخاف لا نخاف زعما التجربه تحدثها نقطه تحدث الخطوه الاولى راه هي كلشي، لان راه كما تعرفوا انتم الاساتذه حنا التلاميذ ديالكم بالطبع، حنا تربينا على يد الاساتذه. الخطوه الميل كيتقطع بخطوه واحده، كتبدا الخطوه وهي غادا، فبالتالي ان شاء الله تكون الله مليون ان شاء الله تعالى في البروشين ان شاء الله تعالى كاس ديال اسمي سامة القاضي، ادرس المستوى السادس مدرسة العندليف. اليوم في اطار تربية على الطوارئ الوقاية والحماية من المخاطر الطبيعية، تبنت مدرسة العندليب مخططا للحماية والوقاية من خطر الزلزال، وشارك في هذا اليوم عدة تلاميذ وأساتذتهم والسيد المدير.